قبل البطولات اللي الترجي والكلوب افريكان عندهم هنا مشكايت. هذا معناها نقطة ذو الوضوح. اللي يعمل في كومباريزون بين الدربي لالي ودربي روتور راهو في اللالي ما صار حتى شيء، صار معناها شوية فلامات شعلت. ما هي معاملة، المعاملة كانت سلسة. تفضل مرحبا بيك. خليني كمل. المعاملة خويا. خليني كمل. كي تعامل أنت نوع وأنا نوع بس نورمال باش يشعل الدنيا. شوف شنو معاملة سلسة؟ ما ذنب الترجي الذي تونسي لما يتدخل؟ ما قلناش عنده ذنب احنا. يا ودي. ما قلناش عنده ذنب خويا. شوف. عاملني كيف كيف. خليني كمل. هذه علاقات. هذه علاقات الترجي الذي تونسي بلاش عنده علاقات اكبر من كلوب افريكان. هذا مواقف. هذيك حاجه اخرى. دخلتنا في ثنيه اخرى. لا 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 شو لا تقول لي دخلنا في ثنيه اخرى عايش خويا رضوان لا تقول لي خويا هزيتنا. شو علاقات. هذا شوف الدنيا الدنيا اليوم الدنيا اليوم خويا فرق 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 سامحني علاقات فما علاقات كبيره فما جمعيه عندها علاقات كبيره فما جمعيه ما عندهاش علاقات فرق بين جماهير تدخل بالثلاث نورمال معناها مسموح به فرق بين جماهير تجري بالملاعبيه نتاعها ومسؤولين نتاعها ويرميوا فساد وفضيحه معناها قدامك قدام الناس هذايا معناها هاني قلت لك شو معناها علاقات علاقات تفرق في الدول تفرق في الجمعيات تفرق بورتفوليو اليوم شنو فيه في الكاف في البطوله في الجامعه بارتو وذاك اللي يعمل فرق يا عربي راك لا في مصلحه يا ودي شوف في مصلحه هذايا في مصلحه الكره التونسيه ما فما حتى ما فما حتى نادي اليوم ما عندوش علاقات انتوا علاقات يا عربي انتوا علاقات لا ما تشكلوا مع بعضنا لا نظلكم خليني كمل في الليل لا في الماتش لا شعلت معناها برشا فلامات وصار عرس كروي ممتاز لا فما دم لا فما اعتداءات وناس كلها روحت فرحانه والجماهير كملت المباراه وناس كلها روحت شيخه. علاش؟ ما فما حتى حد هبط للميدان خلي كمل سامي حب يوقف المباراه. علاش؟ علاش؟ على خاطر معناها على خاطر جمهور العلاقات اللي قلت عليها اي علاقات بيان سور علاقات بارك الله فيك الترجي الذي تونسي كبير علاقاته على مستوى الدول على مستوى يعني بارك الله فيك عربي طيب خلينا ناخذ راي 10 ثواني مع العربي ناخذ رايي في الموضوع تفضل وبعد خالد يحب يتكلم طيب كي تقول علاقات تورط في الترجي الرياضي التونسي بالله يا ربيان شويه ما تبداش تعطي فيها في الدروس وتقولي تورط في الترجي الرياضي التونسي علاقات اليوم الكره علاقات الدنيا علاقات انا عندي علاقات اكثر منك فعادل عنده علاقات اكثر مني هذه حاجه معمول بها ما تبداش عايش خويا مان اليوم في الترجي الرياضي التونسي في امور عايش خويا مان من غير ما تدور لا 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 اسمع يعني اليوم جماهير قصه الحوار عربي 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 من فضلك خلينا نكمل لحظه لحظه كابتن لحظه ديروا واحد تو يحكي راهو ماناش في محاكمه نتاع حتى طرف صحيح كل واحد عطيته المجال باش يحكي على راحته وعلى بكامل الحريه ديما في نطاق الاحترام وما نلقيوش التهم جزافا يمينا وشمالا ولازم نعسوا على رواحنا شو نقولوا لو عندنا مسؤوليه الميكرو مسؤوليه خطيره طالما انا نعطي الفرصه باش الناس تحكي بكل حريه فلابد ان نلتزم بهذا المبدا نتاع الحريه ونعفو ونافوا حدودنا الناس تتفرج وتنجم تشعل النار بطريقه او باخرى احنا نحبوا النار اللي قاعدين نشوفوا فيها نهديوها هذا دورنا ونحمل مسؤولية الناس اللي تحمل المسؤولية دون أن ندخل في متاهات قد تخرج بينا من سياق الحديث لحظة نرجع لحظة نرجع أنا عربي قال على الترجي عنده على أنا الناس مسؤولين ترجي نجم يدخلوا في حاجة أوكي واضح تفضل في نطاق تفاعل راني مانيش لن نلقن فيك في دروس ولا نعلم فيك وحد ما يعلم حد لهنا هذه النقطة الأولى ثانيا أنت كي تحكي علاقات لهنا ما عادش فما عدل خويا ما بين الفرق اذا معناه فريق مسموح له باش يدخل حاجات ولا خلينا نكمل عاد تو ما تقصش عليه تو باش نبدا نتعامل مع الطريقه نتاعك احكي كلمة احكي بالسياسه وتفاعل معايا خلينا نكمل لك انت تعرفها وانا خلينا نكمل الناس الكل تعرفها يا ولدي العلاقه راك هكا هكا تورط في الفريق نتاعك خلينا نكمل لك مش هيسلم مش قول يا ولدي غير يا ولدي الترجي مش حاجه بعلاقات الترجي يربح باللي تحب انت يا ولدي مش حاجه بعلاقات يا عربي ما كنتش تورط يا عربي يا عربي انا ما حكيتش يا ودي عندي ترميني كلمة تقولي تهددني يا ودي علاقات ما فما حتى جمعية اليوم غير مسموحة أنا عندي علاقات نجم ندخلها وأنت ضعيف ما عندكش علاقات ما تدخلهاش لهنا تضر في الناس اللي تحكي عليهم فهمت شنو نقصد معناتها حاجة ماهيش مسموحة لازم تكون على الناس الكل منظر حد يا رضيع لازم تكون على الناس الكل من بعد تقول لي فما كواليس فما حاجات أخرين هذيك حاجة تخصك طيب. أنت تعرف فريق أحسن خالد قربي بعد نرجع لك رضيع أعطيت عقبت أنت تفاعلت مع العربي العربي تكلم وأعطى رأيه وأكيد يقصد في حاجاته ووضحها ويتحمل مسؤولية كلامه لكن ثابت انه ما نحبوش نوصل الى وضع مقرف، وضع متوتر، وضع متشنج في علاقه بالتعاطي مع هذا الملف اللي موجود وقاعدين نحكيوا عليه كل يوم، قاعدين نحكيوا عليه كل جمعه في مختلف الرياضات وفي مختلف القاعات. في تونس ما عندناش علاقات مع الامنيين مع الجامعه مع رؤساء النوادي.